هي مين دي اللي تتجوزها؟ دي مراتي. انت اهبل يالا. قسما بالله لو ما كنت عامل انا كنت كسرت عليك المكتب ده. تقليل الادب وخساره فيك اي حاجه كويسه انا عملتها لك. عملت لي ايه؟ انا نفسي افهم. قول لي والله بجد عملت لي ايه؟ اديتنا حاجه من عندك؟ اديتنا حاجه من جيبك؟ ما كله من تعب وشقى ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ابوك مات من زمان. انا اللي بنيت وعليت وكبرت. لو بتتكلم على الحق يبقى حقك عندي هو نصيب ابوك يوم ما مات وبس. ما عملتش كده ليه من وقتها لو انت بتدور على الحق؟ ادي احنا فيها. المحاسب موجود والدفاتر موجوده وهنفذ دلوقتي. برافو. والله ضحكتني يا اخي. انت جاي بعد ما شغلت فلوس ابويا السنين دي كلها تقول لي احنا فيها؟ اطلع بره. اطلع بره. اديني حق وانا قسما بالله ما هوريك وش تاني. ماشي، انا هديك اللي انت عايزه. بس بشرط تبعد عن صدفه نهائي. ليه؟ نفسي افهم ليه؟ قول لي السبب. مراتي. يا راجل، بأمرت ايه؟ قسمت الجواز اللي انت ضاربها؟ ها؟ اللي انت كاتبها قبل ما تقابلها بشهر ونص؟ ابواب المحاكم لسه ما قفلتش. روح اثبتوا ان القسيمه دي مزوره. انت عايز منها ايه؟ انت اللي عايز منها ايه؟ وش معنى دي بالذات؟ وانا كنت عارف انك هتتجوزها؟ يا راجل ده انت ما قلتش لحد. ده ابنك اللي هو ابنك ما يعرفش. اه عارف، وانت عرفت. حل عني بقى يا اخي. انت قلت ابواب المحاكم ما بتقفلش. نتقابل هناك. سلام يا عمي.